أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئاسة تقدم التعازي لروسيا في ضحايا سقوط طائرة الركاب بسيناء. تقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي لدولة روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الروسية بالقرب من مدينة الحسن جنوبي العريش في سيناء. وقالت الرئاسة في بيان لها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع منذ عودته إلى أرض الوطن من جولته الخارجية التي شملت كل من الإمارات والهند والبحرين التطورات المتعلقة بهذا الحادث الأليم. وأضافت الرئاسة أن الرئيس السيسي أجرى عدة اتصالات مع كبار المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي توجه وعدد من الوزراء إلى موقع الحادث، كما وجه الرئيس بأهمية قيام لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الطيران المدني بإنجاز مهمتها بشكل جاد وسريع للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع السلطات الروسية المعنية بهذا الشأن. نقل 34 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زنهم. أكدت مصادر من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء المنعقدة لمتابعة مستجدات حادث سقوط الطائرة الروسية أن 15 سيارة إسعاف نقلت 34 جثة من مطار كبريت بالسويس إلى مشرحة زنهم. هيئة الطيران الروسية 17 طفلا ضمن ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة. أعلنت هيئة الطيران الروسية عن وجود 17 طفلا ضمن الضحايا الذين كانوا متواجدين على متن الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت في منطقة الحسنة بسيناء صباح اليوم. السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة خارجية شملت الإمارات والهند والبحرين. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم قادما من البحرين بعد جولة خارجية له شملت أيضا الإمارات والهند. وبدأ الرئيس السيسي جولته الخارجية بزيارة الإمارات لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، خاصة في ظل انتشار الإرهاب والفكر المتطرف. وتوجه الرئيس السيسي عقب ذلك إلى الهند للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا التي شاركت فيها أكثر من 40 دولة إفريقية على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمناقشة سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين الهند والقارة الإفريقية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. واختتم السيسي جولته بزيارة لمملكة البحرين حيث التقى بالملك حمد بن عيسى الخليفة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة التنسيق القائم بينهما لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. وإلى نشرة الأحوال الجوية، سيول على الإسكندرية ومطروح وشمال سيناء. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الأحد خريفي معتدل على القاهرة والوجه البحرية، لطيف على المحافظات الساحلية وشمال الصعيد وسيناء، حار على جنوب الصعيد وسيناء خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد. وهناك سحب ستبدأ في التكاثر على غرب البلاد اعتبارا من مساء اليوم، كما يصاحبها سقوط أمطار شديدة تصل إلى حد السيول على الإسكندرية ومطروح وشمال سيناء والسلوم. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.